بالفعل تم الإعلان في مملكة البحرين عن أول حالة للإصابة بفيروس كورونا لمواطن بحريني كان قادما من إيران من طريق الإمارات العربية المتحدة وتحديدا من دبي وصولا إلى البحرين. تم اكتشاف الحالة بعد الفحوصات الطبية التي أجريت له. كان هناك إجراءات احتياطية واحترازية تمت بعد استدعاء عائلة هذا الشخص والقيام بالفحص اللازم لهم وكذلك وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين. كان هناك كذلك استدعاء للركاب المسافرين على تلك الرحلة للتأكد من سلامتهم من عدم وصول المرض إليهم. طبعا هذا المواطن وصل خالد إلى مملكة البحرين في 21 من الشهر الجاري، وكان هناك إعلام من وزارة الخارجية البحرينية حذرت من خلاله المواطنين من السفر إلى عدة مناطق ومن ضمنها إيران، تايلاند، سنغافورة، كوريا الجنوبية إضافة إلى ماليزيا، حذرتهم من السفر إلى تلك المناطق نظرا لانتشار هذا المرض فيها. وهناك طبعا تنسيق تم ما بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية البحرينية إضافة إلى وزارة الصحة. بالعودة إلى هذا المواطن خالد، هذا المواطن يعمل سائق حافلة للمدارس، قام طبعا بإيصال أو قام بممارسة عمله طبعا بعد وصوله وإيصال الطلاب إلى المدارس. نتحدث عن تقريبا 3 مدارس يقوم بإيصال طلابها. تم كذلك استدعاء الطلاب وعائلاتهم للتأكد من صحتهم والفحص عليهم، وهناك طبعا تم طبعا إقرار إغلاق المدارس التي يدرس فيها هؤلاء الطلاب لمدة أسبوعين وذلك كإجراء احترازي. حتى اللحظة ومن خلال متابعتنا مع وزارة الصحة البحرينية لا يوجد أي حالات اشتباه من خلال هذه الحالة التي وصلت إلى البحرين، إلا أن المتابعة الصحية تتم من خلال طبعا رصد أي تغير قد يحدث للأشخاص الذين كانوا في دائرة هذا المواطن الذي قدم من إيران. بدر الشهري، موفد العربية إلى المنامة، شكرا جزيلا لك.